تمام محسن. احنا طبعا بتبقى اول مباراه بيبقى مباراه يعني لسه في اجواء البطوله، لسه داخل البطوله، ما فيش شك ان احنا تعادلنا مع المنتخب الاسباني كانت نتيجه ايجابيه بالنسبه لبدايه بطوله كبيره وامام بطل اوروبا. تعالى انا وانت نشوف بقى نتائج الجوله الثانيه، نتائج الجوله الثانيه اللي هي في اعتقادي بتبقى مهمه جدا جدا لحسم الوصول، وبيبقى فيها حسابات وفيها ارقام وفيها يعني لوغاريتمات كده. تعالى انا وانت نشوف المجموعه الثانيه او النتائج في الجوله الثانيه من الاولمبياد في طبعا كره القدم. هنبدا طبعا الجدول، طبعا خساره مصر من الارجنتين 1-0، نيوزيلندا بتتغلب من الهندراس 3-2، فرنسا في مباراة أكتر من رائعة، مباراة كانت راحة جاية أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، 7 أهداف في مباراة واحدة، ده أكبر نتيجة لغاية دلوقتي في مباراة واحدة. البرازيل بيتعادل 0-0 مع ساحل العاج. أستراليا بتخسر من أسبانيا في آخر 10 دقايق 1-0. اليابان بالفوز 2-1، يمكن المنتخب اليماني هو المنتخب الوحيد لغايه دلوقتي اللي ضمن التاهل يعني حصوله على 6 نقاط. صحيح. فوزوا على المكسيك 2-1. رومانيا هزيمه كبيره امام المنتخب الكوري 4-0. وطبعا الخساره الثانيه للمنتخب السعودي بعد خسارته طبعا من كوت ديفوار امام المنتخب الالماني 3-2. شايف الجدول ده ازاي، وايه النتيجه اللي انت من شايفها انها كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ لا هو طبعا اللي ممكن نتكلم عليها مباراه جنوب افريقيا وفرنسا. اولا المباراه دي كانت اصلا ممكن ما تقامش لان جنوب افريقيا كان فيها حالات اصابه بفيروس كورونا كتير جدا، ومع ذلك لعبوا، كان يمكن تقريبا 11 اصابه ومع ذلك لعبوا. فده شيء بصراحه يحسب للجنه المنظمه ويحسب للمسؤولين في منتخب جنوب افريقيا. تاني حاجه المباراه 7 اهداف يا كابتن من الدقيقه 52 لحد الدقيقه 90، يعني تقريبا 38 دقيقة انت جبت فيهم 7 اهداف. ده درس لبقية الفرق اللي زي منتخب مصر اللي ما سجلش ولا هدف على مدار 90 دقيقة و90 دقيقة 180 دقيقة. يعني انت النهاردة الفرقتين لو تشوف الاهداف ورا بعض ورا بعض ورا بعض 4-3 في وقت ضيق جدا، في وقت 38 دقيقة من الشوط الثاني، يعني الشوط الاولاني كان 0-0، الشوط الثاني من الدقيقة 52 ورا بعض بقى ده يسجل وده يتعادل وهكذا. المباراة كانت قوية جدا فعلا. دي نتيجة من مباراة فرنسا وجنوب افريقيا من المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بصراحه دي لوغاريتم، يعني مجموعه غريبه جدا 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 انه كلهم ثلاث نقاط، كل واحد كسب، ويعني الماتشين اللي فاز وخسر، وما ينفعش تتوقع مع اي نتيجه لان الفريق اللي انت هتلعبه انت كسبت اللي كسبه وخسرت من دلوقتي علشان كمان الساده المشاهدين يتابعوا معانا ترتيب المجموعات بعد الـ بعد الـ بعد الجوله الثانيه. وقد ايه زي ما انت بتقول في بعض المجموعات اتحسم، يعني اليابان المجموعه الاولى بس اليابان، والمجموعه الرابعه السعوديه اللي خرج يعني. صحيح. لكن بقيه المجموعات كلها موجوده.